وثقا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين الضالين. أيها الإخوة المشاهدون، أحييكم بتحية الإسلام، وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها نحن عدنا في برنامج جديد مع هذه الإذاعة القناة المباركة التي أدعو الله عز وجل أن يوفقها ويسدد خطاها لما يحبه ويرضاه، وأتمنى أن نلقى مع هذا البرنامج فهما صحيحا وسلوكا سليما. هذا البرنامج الذي رأيت أن يكون تحت عنوان من كلام الله عز وجل، وهو أمة وسطا. هذه الكلمة التي وردت في كتاب الله عز وجل، ومن حكمته عز وجل أن جعلها في وسط سورة البقرة، فكان عدد آيات البقرة 286، وهذه الآية تقع في أو كان عدها في 143. ونهج سلفنا الصالح أيها الإخوة المسلمون أنهم كانوا يتيمنون سواء بكتاب الله أو بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولهذا حينما قام الإمام الشافعي بشرح حديث النغير، وهو الحديث المعروف المشهور الذي تتداوله الألسن، ذلكم الصبي الذي كان يربي عصفورا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي ويواسيه ويقول له ما فعل النغير يا عمير. فلما تطرق الإمام الشافعي إلى شرح هذا الحديث قال: وقد استنبطت منه 99 حكما تيمنا بأسماء الله الحسنى، ولو شئت الاستزادة لزدت، ولكنه تيمن بعدد أسماء الله الحسنى. فكذلك نحن تيمنا بكلام الله عز وجل الذي قال: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. من أسباب اختيارنا أيها الإخوة المسلمون لهذا الموضوع هو عدم الاتزان الذي يعيشه المسلمون في دينهم ودنياهم على حد سواء. حببت لهم الدنيا وتركوا الآخرة، أحبوا المال وتركوا ونسيوا الحساب، أحبوا القصور ونسيوا القبور، أحبوا المعصية ونسوا الطاعة. ولهذا جاء هذا البرنامج تحت أمة وسطا، حتى نعود بأمة الإسلام إلى المنهاج الوسط الذي يجمع بين خير الدين والدنيا، الذي يجعل الإنسان يوفق في طاعة ربه وفي العمل لدنياه، الذي يجعل منا عدولا خيارا كما وصفنا الله عز وجل في هذه الآية. أيها الإخوة المسلمون، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا يؤتى به يوم القيامة فيقال له: يا نوح هل بلغت؟ فيقول: نعم بلغت. فيؤتى بقومه فيقال لهم: هل بلغكم نوح؟ فيقول قوم نوح: ما جاءنا من نذير. فيقال لنوح: هل لك من شاهد؟ فيقول: محمد وأمته. وقرأ الرسول صلى الله عليه وسلم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، وقال وسطا أي عدولا. ولهذا فإن كون أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة عدول من مقتضيات خيرية هذه الأمة. ولهذا حينما جاء وفد من سمرقند إلى عمر بن عبد العزيز يشتكون إليهم أن قائد جيشه قتيبة قد دخلها غدرا وعنوة دون أن يلتزم
بميزان الشرع وبآداب الشرع في فتح الديار وتبليغ الدعوة أمر عليهم قاضيا الإمام الباجي. وقف هذا الإمام بين خصمين وهو مسلم، خصم من أهله وعشيرته وهم المسلمون، وأولئك الكفار الذين فتحت ديارهم عنوة. فالعجب العجاب أن يحكم هذا القاضي بخروج المسلمين من سمرقندة وأن يلتزموا بما وضعه الرسول صلى الله عليه وسلم. فالمسلمون خارجون وأهل سمرقند وراءهم ينادون إن هذا دين رحمة ودين عدل. ولهذا فإن هذا المعنى أيها الإخوة المسلمون يجب أن يتجلى في معاملتنا لأنفسنا، ويتجلى في معاملتنا لأهلنا، ويتجلى في معاملتنا لأمتنا، ويتجلى في معاملتنا لربنا عز وجل. وهذا ما سنتطرق إليه إن شاء الله عز وجل، وما سنتكلم عنه طيلة هاته الحلقات. اخترنا هذا الموضوع أيها الإخوة المسلمون كذلك حتى نعود بالأمة إلى الاعتدال والتوازن، الاعتدال في العقيدة والاعتدال في الخلق والاعتدال في السلوك. الاعتدال في العقيدة لأننا كل يوم نقرأ على الأقل 17 مرة قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولهذا قال سفيان بن عيينة: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. لأن أولئك عرفوا الحق ولم يعملوا به، وأولئك عملوا ولم يعلموا. ولهذا فالصراط المستقيم هو الصراط الوسط، هو الصراط الذي لا إفراط فيه ولا تفريط. ولهذا قال الحسن البصري: ضاع هذا الدين بين الجافي عنه والغالي فيه. ويقول سلفنا الصالح: ما من أمر من أوامر الله عز وجل إلا وكان للشيطان فيه نزعتان، نزعة إلى الإفراط ونزعة إلى التفريط، ولا يأبه الشيطان بأيهما فاز. ولهذا جاء السلوك القويم وجاء الدين الرشيد ليعود بنا إلى الصراط السوي، إلى صراط المستقيم، إلى التوازن، إلى الاعتدال. ولهذا حينما تذاكر مجموعة من الصحابة مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عبادته، فيعني وجدوه أنه يأكل ويشرب ويصوم ويقوم الليل وينام ويتزوج النساء، فكأنهم تقالوها، فقالوا: أين نحن من الرسول صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله ما تقدم له من ذنبه وما تأخر؟ فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الثاني: وأما أنا فأقوم الليل فلا أنام أبدا. وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء أبدا. وقال في رواية أخرى، قال رابعهم: وأما أنا فلا آكل اللحم أبدا. هل هذا هو الدين الصحيح؟ هل هذا هو الدين القويم؟ لما سمع بذلك النبي صلى الله عليه وسلم خرج مغضبا وقال: من المتكلم آنفا؟ من قال كذا وكذا وكذا؟ ثم بين لهم الطريق الوسط، الطريق الحق، فقال: ألا وإني أتقاكم، ألا وإني أخشاكم، ولكنني أصوم وأفطر وأنام وأصلي وأقوم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي وهاته سنتي، ومن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يرجع بأمته إلى الصراط السوي، إلى الصراط المستقيم. فالتوازن مطلوب سواء كان في العقائد أو كان في العبادات أو كان في السلوك بيننا وبين الناس. كل هذا إن شاء الله عز وجل سنراه في الحلقات المقبلات بإذن الله عز وجل. ولهذا حينما ابتعدنا عن التوازن وعن الاعتدال في عقائدنا وفي عبادتنا وفي سلوكياتنا، لا ضير أننا نصير بعد ذلك بعيدين عن ديننا. وقد ذكرت أمنية الشيطان من قبل، وأنه لا يبالي بأي الطرفين فاز، طرف الإفراط
أو طرف التفريط. وحينما ننظر إلى بعض المظاهر التي نستدل بها على عدم التوازن وعلى عدم الاعتدال، سواء في باب العقائد أو في باب العبادات أو في باب السلوك، ومع هذا نجد من يروج لها ومن ينشرها على أساس أنها بطولات، حينما نقرأ الكتب أو نسمع بعض الناس وهم يستدلون كيف أن ذلكم الرجل الذي جعل لصاقا على إحدى عينيه، فحينما سئل عن ذلك ماذا قال؟ قال: إنه لاستكثار وتبذير أن أنظر إلى الدنيا بعينين اثنتين. أي اعتدال وأي توازن في هذا الكلام؟ الله عز وجل أعلم بعباده، والرسول صلى الله عليه وسلم أتقى عباده، ومع هذا كان يعطي حق الدين وحق الدنيا على حد سواء. وما أحلى الدين والدنيا إذا اجتمعتا، وما أقبح الكفر والإفلاس بالناس. حينما يأتي أحدهم ويقول لا، وتهدى له هدية، تعطى له رمانة، فيقول: أنا لا أريد أن آكلها. فيسأله بعض إخوانه: لماذا لا تأكلها؟ فيقول: لأنني سأسأل عنها يوم القيامة، سأسأل عن النعيم، عن المتعة التي وجدتها وأن آكل من هذه الرمانة. فأجاب أحدهم وقال له: يا شيخ، وهل تستطيع أن تؤدي حق جرعة ماء سقاها الله عز وجل لك؟ يأتي أحدهم ويقول: الله الله الله، خشية، ولا يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. فيسأل عن ذلك: لماذا لا تقرأ، لماذا لا تذكر بكلمة التوحيد؟ فيقول: إنني أخاف أن أموت بين النفي والإثبات، يخاف أن يقول لا إله ثم يموت. أي غلو هذا، وأي إفراط هذا؟ الإسلام أيها الإخوة المسلمون جاء ليجعلنا نعيش حياة هنيئة، حياة متزنة، حياة لا إفراط فيها ولا تفريط. ولهذا حينما كان يصلي الإمام أحمد بن حنبل وهو يقبض إحدى يديه على الأخرى، رآه بعض أصحابه يرفع بأصبعيه هكذا، يشير إلى هكذا، فقالوا له: يا إمام، قد جئت بشيء في الصلاة لم تكن تفعله من قبل. فقال: كنت أصلي فجاء الشيطان ليوسوس لي ويقول لي: لقد زدت في الصلاة، لقد أنقصت في الصلاة، لقد فعلت في الصلاة. فقلت للشيطان مخاطبا: ائتني بشهيدين اثنين وأصدقك، ائتني بشهيدين اثنين وأصدقك. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، فاستعينوا بشيء من الدلجة والروحة، ولن يشاد الدين أحدا إلا غلبه. من منا يستطيع أن يصلي فلا يسهو؟ ومن منا يستطيع أن يقوم الليالي الطوال فلا ينام؟ ومن منا يستطيع أن يلتزم بكل ما أمر به الله عز وجل؟ لن يستطيع ذلك أحدا، لن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، لن يشاد الدين أحدا إلا غلبه. ولهذا جاء عن ابن الفارض أنه كان، وهو رجل زاهد، كان يجتهد في التقرب من الله عز وجل، فكان من كلامه أن دعا الله عز وجل وقال: اللهم إن ابتليتني لأصبرن حتى تعلم أنني أحبك، حتى تعلم أنني أحبك. فابتلاه الله عز وجل بالاحتباس، أي عدم القدرة على التبول، فصار المسكين من شدة الألم الذي يجده يأتي إلى بعض الصبية ويعطيهم دنانير ويقول لهم: ادعوا لعمكم الكذاب بالشفاء، ادعوا لعمكم الكذاب بالشفاء. لن يشاد الدين أحدا إلا غلبه، لن يشاد الدين أحدا إلا غلبه. ولهذا فخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما سنراه إن شاء الله عز وجل في الحلقات المقبلات: توازن في العقيدة، وتوازن في الأخلاق، وتوازن في السلوك. وسنتكلم إن شاء الله عز وجل مرة لترسيخ التصورات والأفكار والمفاهيم في الأذهان، ومرة أخرى بإعطاء نماذج عملية